طيب ابو نواف، كيف ترى حظوظ المنتخب من خلال هذه المجموعه الاولى وهذه المباراه في يعني كحدث تاريخي كروي لاول مره منتخب عربي يلعب مباراه الافتتاح في نهائيات كاس العالم؟ لا شك فهد، اليوم يمكن كل انظار العالم اتجهت صوب الكرملين لمشاهده هذا الحدث التاريخي الكبير اللي هو اجراء مراسم القرعه في لمونديال 2018 في روسيا. طبعا احنا يجب ان نضع بعين الاعتبار شيء مهم جدا، وهو النظره الى مشاركه المنتخب السعودي من خلال هذه المجموعه اللي الان اتضحت معالمها للعيان، بان نفرق بين حالتين اساسيتين، العاطفه والواقع. احنا بكل تاكيد كعاطفه كرغبة جياشة في قلوبنا وفي عقولنا، نتمنى إن شاء الله المنتخب السعودي يستطيع أن يقدم عصارة ما يملك في من خلال المشاركة القادمة، ويستطيع بإذن الله أن يثبت جدارته ويعكس صورة إن لم تكن موازية لما حدث في مونديال 94 تكون الأفضل في مونديال 2018. لكن علينا أن نكون واقعيين ومنطقيين، نعمل وفق الوسائل المتاحة، وفق الأدوات اللي يمتلكها المنتخب السعودي، هذا بالدرجة الأولى، ومن ثم نبحث على تطوير الإمكانيات وتفعيل الجانب الخططي، خصوصا الآن أن هناك مدرب أو جهاز فني جديد يعتبر صحيح. عالي الجودة، بيتس يعتبر المدربين اللي احنا رأينا ماذا قدم مع المنتخب التشيلي، يعني مدرب متمكن. عندنا لاعبين أيضا يحق لنا أن نراهن على ما يمتلكون من الإمكانيات الفنية والقدرة على تقديم ذاتهم بشكل كبير جدا. مسألة المنتخبات اللي نقابلها يا فهد، احنا نلعب مع روسيا، مصر، الأورغواي، خليني أستثني روسيا على اعتبار أنه يمكن ما سبق أن أخذنا مباريات معها، لا مباريات ودية ولا في مباريات رسمية، لكن المنتخب الأورغواي والمنتخب المصري كثير، يعني كانت هناك صحيح الكثير من المباريات. اعتقد ان اخر مباراه للمنتخب السعودي امام المنتخب المصري ابو نواف كانت في بطوله القارات، كاس القارات 5-2 90. اي نعم، وقدمنا مباراه، يعني يمكن اعتقد انه فزنا بسته وسبعه، مباراه 5-2 اللي كان فيها مرزوق العتيبي، يعني نتيجه كبيره فزنا على المنتخب المصري. صحيح. وسبق ان ايضا خضنا مباريات وديه مع المنتخب المصري، ونعرف الامكانيات، يعني ما اعتقد انه في صعوبه على المنتخب السعودي على تجاوز هذه المنتخبات. لكن المجموعه هذه ابو نواف، يعني هل نقدر نقول هي يعني افضل مجموعه في تاريخ المنتخب من خلال يعني مشاركته في كاس العالم؟ نتكلم 94 كان مع المنتخب السعودي في مجموعته، جميل، بلجيكا، هولندا، المغرب، 98 كان ايضا مع البلد المستضيف فرنسا والدنمارك وجنوب افريقيا، 2002 كان المنتخب مع المانيا وايرلندا والكاميرون، و2006 كان المنتخب مع اسبانيا وتونس واوكرانيا. شوف، تبقى مباريات كاس العالم هي تحمل او تضم صفوه للمنتخبات المشاركه. خلينا اي منتخب يصل الى نهايه كاس العالم ثق تماما ان سيقدم عصاره ما يملك من العطاءات الفنيه، حتى ولو كانت المشاركه الاولى له في هذا الحدث. ما اعتقد انه التباين ما بين حدث وحدث او مونديال واخر، اعتقد انه هالمجموعه الان كره القدم اصبحت شاشه عريضه الكل يشاهدها. طيب. ادق التفاصيل معروفه للمنتخبات المشاركه. المنتخب السعودي خلينا نقول احنا في مرحله مضت يمكن كنا نشك بان المنتخب السعودي قادر الى ان يكون احد المنتخبات المتاهله الى مونديال روسيا. الان المنتخب السعودي تاهل، هناك طموح من قبل هيئه الرياضه، هناك طموح اعلى من قبل اتحاد كره القدم بانه المنتخب سيصل الى حدود دور الثمانيه، هذا طموح انا اعتبره طموح عالي، لكن ناخذه من الناحيه الايجابيه انه مفيد جدا للاعبين، لانه المنتخب السعودي العناصر الموجوده الان تحتاج الى تغذيه نفسيه ومعنويه بالدرجه الاولى. مساله جلد الذات باستمرار والثقه بالاخرين والنظره باحباط للمنتخب ما اعتقد انه يحقق النتيجه. طيب. هذه كره قدم 11 لاعب يقابل 11 لاعب، متى ما تولدت العزيمه والاصرار والتحدي وغرست في عقليه اللاعب السعودي وفي ذهنيته
صدقني فهد المنتخب السعودي قادر إلى أن يذهب بعيدا في هذا المونديال، لكن أرجع وأقول علينا أن لا نبالغ في سقف الطموح، علينا أن نتعامل بواقعية ومنطقية ونتعامل وفق الأدوات المتاحة، الأدوات الفنية، العناصر الفنية إدارية وفنية من خلال المدرب ومن خلال اللاعبين، وبالتالي الفترة الزمنية القادمة خلينا أقول خلال الشهور القادمة يجب أن نركز على اختيار التوليف المناسب، وهذه مسؤولية الجهاز الفني بالمناسبة. صحيح. لأنه مسألة التغيير والتبديل وإلى آخره ما ينفع، علينا أيضا جلب منتخبات يعني تكون مستوياتها متقاربة مع مستويات المنتخب الروسي والمصري والأورغواني لخوض مباريات تجريبية حتى يكون المنتخب مهيئ تماما لخوض غمار هذا الحدث الكبير، وإن شاء الله تتكرر أفراح عام 1994 بحول الله تعالى. طيب أسمع رأيك.